بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا اليوم كلش مهم، يتكلم عن الكلاسز والIDs بالHTML وكيفية استخدامهم بالCSS. الHTML class attribute يستخدم لتحديد الكلاس لعنصر الHTML. العناصر المختلفة للHTML يمكن أن تؤشر أو يمكن أن تحدد نفس الكلاس نيم. الكلاس اتريبيوت غالبا ما يستخدم لتحديد اسم الكلاس بالسي اس اس ستايل شيت، وكذلك يستخدم بواسطة الجافا سكريبت للوصول إلى العناصر ومعالجتها باستخدام كلاس نيم. الكلاس نيم هو كيس سنسيتيف. الكيس سنسيتيف تعلمنا أنه يتحسس من الأحرف الكبيرة والصغيرة، يعني بمعنى أنه يميز الأحرف الصغيرة عن الكبيرة. الـ HTML ID attribute يستخدم لتحديد أو لتخصيص unique ID لعنصر الـ HTML ضمن الصف. الـ ID attribute قلنا يستخدم بالـ CSS ويستخدم بالـ JavaScript style أو تحديد عنصر محدد. كذلك الحال الـ ID attribute هي case sensitive. يمكن أن استخدم الـ ID attribute بخلق الإشارات المرجعية باستخدام اللينكات. خلي نوضح هذا الكلام بالجانب العملي حتى نعرف الاختلاف أيضا بين الكلاس والـ ID. نأتي إلى الجانب العملي. هنا style نعطي خصائص الديف. بالبدي هنا أنا راح أقول له classes and IDs. أول عملية أستدعي div، أقول له اطبع لي color بهذا الشكل. ينفذ لي أول عملية أنه هذا الdiv الأول الكلر مالته بلو. لو ردت أستدعي الdiv مرة أخرى أقول له control S واستدعي مرة ثانية واستدعي مرة ثالثة. وكذلك الحال استنسخ الديف ستايل واقول له استنسخه الي، فقط اخلي هنا العباره الاولى هي الكلر بلو، العباره الثانيه راح اخليها كلر جرين، المره الاخيره اخلي الكلر ريد. راح نفس الحاله هنا راح اقول له جرين، هنا راح اقول له خزنه وسوي له تنفيذ. تلاحظ تنفذ الدب ثلاث مرات، ولكن اي خاصيه من خصائص الدب الثلاثه اللي تنفذت، تنفذت الخاصيه الاخيره فقط. على الرغم من انه انا استدعيته ثلاث مرات، ولكن كل مره راح ياخذ اخر خاصيه من خصائص الستايل بالدب. هذه خصائص نسميه خصائص التاج. يعني يتعامل الـ HTML ويا الـ CSS ينفذ آخر ستايل. لو فرضنا أنه الدب الأخير سويت له كومنت وراح أنفذ، راح ينفذ أيضا الدب الأخير. آخر ستايل بالدب هو الدب الوسطي، صار هو آخر شيء لأن الدب الأخير هو كومنت. وكذلك الحال إذا سويت للدب الثاني كومنت بقى عندي بس الدب واحد، فراح يكون التنفيذ من حصة هذا الستايل بلو. الآن افتهمنا أول خطوة اللي هو كيفية التعامل مع تاج بالستايلز. الآن نعمل كومنت على الآتي ونبدي بعمل الكلاس. السنتكست الخاص بالكلاس كالآتي: يبدي بنقطة، نعطي أي اسم بالأقواس التالية، ننطي الخصائص، نقول example background color، نقول له red. نستدعي هنا نفس الآتي div نستدعي، ولكن نعطي الخصائص التالية. نقول له class، اسم الكلاس هو foo، control S، نقول له browser. تلاحظ انه انطاني الشكل التالي.
انطاني نفس الخصائص مالت الديف ولكن زيد الباك جراوند كلر، انطاني خصائص الديف ولكن بزيادة خصائص الفو كلاس اللي هو الباك جراوند كلر ريد. هنا خنقل له الفو كلاس فو اعطيك ميزة، واحنا هسه لو ناخذ كلاس ثاني نفس الكلاس الاول ولكن يسمى بار example ونغير color الى blue، صار عندي background color blue. ونفس الحالة هنا انا راح اسوي له copy واستدعي مرة ثانية ولكن اقل له class، وهنا راح اقل له blue. ريد بلو، وهنا نتلاحظ ريد بلو. سوي عملية التنفيذ، تلاحظ هنا طاني تنفيذ نفس خصائص الدف ولكن زيد عليها خصائص البار اللي هي قلنا الباك جراوند كلر بلو. خلي نسوي هذا الكلر وايت حتى الأمور تصير أوضح. هنا الكلاس فو ريد طبق عليه، وهنا طبقنا عليه الكلاس بار بلو. هسه راح استدعي مرة ثانية ولكن يتم استدعاء كلاسين، كلاس الأول بار وكلاس الثاني راح أقول له فو. هنا أنا هسه عندي كلاس بار وكلاس فو، بس منو عندي؟ عندي البار أولا وعندي الكلاس فو ثانيا. أقول له كنترول اس، نفذ لي خصائص البار اللي هي بلو وترك خصائص الفو. هنا اذا تلاحظ فو هي اولا والبار هي ثانيه، هو نفذ الخصائص الثانيه مال الكلاس. اذا جينا هنا قلت له كنترول اكس وحخليه هنا، قلت له كنترول اس نفذه. طبعا احنا شنو نفذ؟ نفذ خصائص الفو، بمعنى الستايل الأخير هو اللي نفذه، هو الذي يجري التغيير عليه. لو بدلنا هنا، خلي أقل له هنا اكزامبل، صار عندي فو أولا والبار ثانيا. أقول لك كنترول اس، أجي التنفيذ تلاحظ ما تغير عندي إيش، لأن التغيير يكون بالستايل. يعني هنا أنا من نجي أبدل الستايل، أشيله من البداية خليه بالنهاية، راح هو يتنفذ. الملخص هنا عندي يمكن استخدام أكثر من كلاس لكل element، وتلاحظ هنا أكثر من element يمكن أن يستخدم نفس الكلاس. هذه الخطوة الأولى. خلي نوضح خطوة الـ ID. خلي ناخذ copy من الكلاس ونسوي الهين كومنت. السنتكست مات الاي دي بدل النقطة يصير عندي هاش بالستايل. اما في حالة الاستدعاء خلي هنا هم ناخذ كوبي، نكتب هنا اي دي هذا الشكل. هنا عندي كل كلاس تغير تصير id، هنا كلاس نغيرها نسويها id، وهنا كلاس نغيرها نسويها id، وهنا خلي id يساوي. خل نأتي الى خطوة خطوة. نفعل فقط الان قلنا div ال id صار نفو، وهنا نبدل الكلاس نسويها id. خلي نشوف بالتنفيذ شنو صار عندي. الاي دي فو خلينا الاليمنت ديف نفذ عندي الاي دي مالت الفو، طاني الباك جراوند كلر ريد. اذا الخطوه الاولى للاي دي صحيحه. ناتي الى الفقره الثانيه، قلنا الاي دي بار وهنا هم نغيرها نسويها اي دي وننفذ.
تلاحظ نفذها إلي بشكل صحيح. ليش؟ لأن هنا لكل element ID خاص بي unique. خلينا نأخذ الفقرة الثالثة. هنا هم نغير نسمي ID. هنا ID. تلاحظ شنو نفذ؟ نفذ لي قال لي الـ ID فو تنفذ، لكن الـ ID bar ما تنفذ حمله. خلي نحاول مثل ما سوينا بالكلاس، ننقل هذا إلى الأعلى، ما تغير. زين خلي نحاول هنا نغير، نشيل هذا الاي دي مال التلفون ونخليه هنا. نفذ بالاي دي يونيك اي دي لكل element، يونيك اي دي لكل element، فقط يقبل اي دي واحد للاليمنت. فهنا يقبل اول اي دي فقط، هنا اول اي دي بار انطاني البار هو بلو فنفذ لي البلو. الآن نأتي إلى فقرة أخرى، قلنا كل ID element unique ID لكل element. خلينا نطبق هذا بال CSS. هسا عندي هذا ال ID، خلي هنا راح أسمي ID bar، وهنا نفس الحالة ID bar و ID نفذ. تلاحظ هنا ما صار عندي يونيك اي دي لكل element، وكل element يجب ان ياخذ اي دي منفرد. تلاحظ هنا اي دي واحد اخذنا بكل element. اقول لك صحيح هذا الكلام، بس هذا الكلام يتحقق بالسي اس اس، اما بالجافا سكريبت فيسوي لي مشكلة. واحنا هنا من جاي نستخدم الاكواد، نستخدم الاكواد لاستخدامها بالسي اس اس والجافا سكريبت. بالجافا سكريبت عندي دوال get elements by class name و get element by id، ذن يسوون مشاكل اذا ما استخدمت unique id لكل element. بالصفحة الواحدة فقط الواحد element نستخدم id منفرد، لا يمكن استخدامه الى another element، وكل element ياخذ ID فقط، لا يمكن أن ياخذ أكثر من ID، مثل ما لاحظنا يطبق فقط الـ ID الأول. الفقرة الأخرى أنه نطبق هل بالإمكان استخدام الـ ID ويا الـ class؟ خلي شوف هنا، أفعل هنا عندي الـ class. لاحظ عملنا الآتي، الـ ID خذ البار والكلاس اخذ الفو، وعملية الطباعة فقط للتوضيح المخرجات. هنا الكلاس اخذ البار والاي دي اخذ الفو، هاي الفو، وهنا سوينا عملية الطباعة فقط للتوضيح. سوي سيف، قل انطيني مخرجات. شنو نفذ عندي اول شيء؟ اول شيء نفذ الاي دي بار، وثاني مرة نفذ هم الـ ID فو، بمعنى الأسبقية للـ ID هي أكثر من الأسبقية مالت الكلاس، يعني أينما وجد الـ ID يلغي الكلاس بالستايل. الخطوة الأخيرة نريد أوضحها أنه كيفية استخدام الـ ID بالإشارات bookmarking، بالإشارات المرجعية، كيفية الانتقال من مكان إلى مكان آخر. تلاحظ هنا عندي كود متكون من الآتي، وهنا أيضا انتقل من chapter to chapter. عملية الانتقال احنا قلنا باللينك، تاج الأي يوفر اللينك، فأجي hreference أنطي هاي الهاش، هاي الهاش معناه انتقال بنفس الصفحة ولكن إلى IDC4، وكذلك الحال هنا إلى IDC10. وين أريد الانتقال؟ أخلي الID C4 وهنا خليت الـ ID C10. هنا من سوى عملية التنفيذ صار عندي بهذا الشكل.
تلاحظ هنا من نقل الانتقال إلى chapter 4 نقلني إلى chapter 4، وكذلك الحين من نقل الانتقال إلى chapter 10 تبع هذا الID انتقل لي إلى هذا الID مع chapter 10، انتقل لي بهذا الشكل. أرجو أن أكون وفقت بشرح الكلاسز والID بالHTML واستخدامهم بالCSS. شكرا جزيلا لكم، على أمل أن نلتقي في فيديو آخر.